بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن نعود إلى كتاب آداب النكاح، بسبب مناسبة يوم المرأة، والأصل في مثل هذه القضايا هو إعطاء ما للنساء، هنالك حقوق للنساء تعطى للنساء معيد. الرجل يقول لك ما له عيد ومعيد، لكن احنا على القصد من هنا الان اريد ان انبه الى قضيه. هنا قضايا كثيره جدا، لا اريد ان اشتغل بكل هذه القضايا، لكن انتبهت الى ان احد المحامين الشرعيين، محامي المفروض يعني عنده شويه يعني علم، يعني فلام المراه قال اخرجتنا من الجنه. يعني ما بدك انت تعطيها حق، على الاقل ايش تحملهاش، يعني شيء هي غير مسؤوله عنه. هذا من الاسرائيليات، هذا من ايش الاسرائيليات. في الكتاب المقدس في سفر التكوين، حواء عليه السلام تاكل اولا الحيه، الشيطان تاكل اولا، ثم هي التي تطعم ايش سيدنا ادم عليه السلام. يعني طول عمره ما عنده حضور، ما عنده شخصية، ما عنده كل فيأكل، هكذا كانت القضية. سبحان الله، يعني هذا من الإسرائيليات. أما عندنا في القرآن الكريم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. والشيطان هو الذي أخرج أبوينا من الجنة، فلا نحمل المرأة ضمن العقيدة الإسلامية وضمن التصور الإسلامي وضمن، لا نحملها تلك المسؤولية، لا تحملها إيه؟ وإن كانت المسؤولية أعظم في حق سيدنا آدم عليه السلام، إلا أننا لا نقول أن آدم أكل أولا، لا يوجد عندنا أي شيء يتعلق بهذا الموضوع إلا نفي قضية أنه هو أكل أولا أو هي أكلت أولا. نعم نعم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. سبحان الله، أحببت أن أنبه إلى هذه القضية. نعود الآن إلى، وهي قضايا كثيرة جدا تتعلق بالمرأة، ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. نعود لكتاب النكاح، أداب النكاح من إحياء علوم الدين الإمام الأزهر رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين. وقد وصلنا في القراءة إلى استعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، قال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وشر مني، وقال سألك أن طهر قلبي وتحفظ فرجي. فما يستعيد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز التساهل فيه لغيره؟ وكان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا كاد يخلو من اثنتين وثلاث. أي قال بعض الصالحين، يعني معروف بالدين، معروف بالدين، وكان لا يخلو من اثنتين أو ثلاث، على الأقل من قول لازم نعفها الشباب بواحدة، سهل أمور الزواج حتى يكون يتيسر للشاب زوجة وهي يتيسر لها زوج، حتى لا يكون هنالك فساد في المجتمع. نعم، كان الشيخ سعيد الكمري يتفكر كما تتفكرون أنتم في
قضية نهاية الحضارة الإسلامية في الأندلس، ما الذي دفع؟ هنالك وجود عظيم جدا، يعني الآثار الموجودة اليوم تدل على حضارة عظيمة، طب وهندسة ورياضيات وفلسفة وفقه اللي بدك إياه كان موجودا، وعمارة عجيبة كانت لازالت موجودة اليوم. قال تفكر في المسألة هذه، ما السبب؟ ما السبب؟ وجدران قصر الحمراء لا زالت شاهدة وعليها مكتوب لا غالب إلا الله. وحقيقة هذه يعني أن تكون مكتوبة على الجدران لا بأس، لكن قضية يجب أن تكون متمثلة في الوعي، متمثلة في الوعي. لم يعني حار جوابا حتى وقع على قراءة أنه قال أبو عباس القرطبي وشيء، قال فشت الفاحشة في الشباب، فشت الفاحشة في الشباب وسكت الكبار عنها. فشت الفاحشة الشباب وسكت الكبار إيش؟ بطلوا يؤمروا بمعروف ولا ينهون عن منكر. وطبعا لابد من وضع الأمور في نصابها. في الشرق المغول دمروا حاضرة الحضارة بغداد، دمروها يعني دمروها، قتلوا الساسة وقتلوا العلماء وقتلوا الرجال وسبوا النساء ودمروا المكتبات، دمروها. وطبعا على طريقهم يعني كانوا يوفروا يعني يتركوا كل شيء حتى لا دمار، حتى وصلوا إلى بغداد وحتى وصلوا إلى فلسطين، وكانت نهايتهم ها هنا. وفي الغرب يعني 1258 بغداد، 1492 في الأندلس، ثم عندكم الحملات وليست حملة واحدة للفرنجة الصليبية على هذه البلاد. وطبعا في الطريق أيضا دمار، دمار للشرق، دمار للغرب، ودمار للوسط. طبعا يصير في تأخر، يصير تمضي قرون ولم تعد تلك الحضارة ليس اعتذارا ولا عذرا، المفروض الآن نقيم حضارة جديدة، المفروض نقيم حضارة جديدة بكل هذه المكونات التي لم تكن حتى من قبل. نحن عددا أكثر ومالا أكثر وسبحان الله خيرات كثير جدا، لكن النفس الحضاري، ذاك البعث الحضاري يجب أن يكون. إذا وكان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين وثلاث، فأنكر عليه بعض الصوفية فقال هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقف بين يدي موقفا في معاملة فخاطر على قلبه خاطر شهوة؟ فقالوا يصيبنا من ذلك كثيرا. فقال لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت، لكني ما خطر على قلبي خاطر يشغلني عن حالي إلا نفذت، فاستريح وأرجع إلى شغلي منذ 40 سنة ما خطر على قلبي معصية. يعني أشبه شيء للتقريب، إذا حضر العشاء والعشاء الطعام والصلاة فكل حتى لا ينشغل قلبك بالطعام. هذه قضية الزواج، وإذا ما ظل قلبك حتى لا يظل القلب مشغولا بقضية الزواج تزوج، هذا معنى الكلام. وكل شيء يخطر على البال الأصل فيه أن يعني بإذن الله عز وجل أن تنهي هذه القضية حتى يتفرغ القلب، لأنك لا تستطيع أن تشتغل بقضيتين في آن واحد، إحداهما تتعلق بفطرتك أنت، لا دفع لها. هذا مش مثل معادلة رياضية، قضية تتعلق بشهوة، شهوة بطن وشهوة فرج. وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين ما الذي تنكر منهم؟ قال يأكلون كثيرا. قال وأنت أيضا لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون. مرات أسمع كلام الناس يرمون كلاما باطلا دائم على اللسان، يقولون المشايخ بيحبوا ايش؟ الطبيخ. او كان الناس يكرهون، تعرفون ان الناس تكره الطبيخ؟
واحد ليس من المشايخ إذا دعي إلى طعام ماذا يفعل؟ يلبي ولا لا يلبي؟ أي. على الأقل لو كان شيخا كما تقولون حقا، يعني بمعنى أنه لالتزم، لو كان حقيقة متمسكا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يعني تغول على الطعام، ما أخذ نصيبه بحسب ابن آدم، لقيمات يقمنا آدم، فإن كان ولا بد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سبحان الله. لكن هي مرات أنتبه إلى هنالك، ليست لا تعلق بالأشخاص، من يظن القضية تعلق بالأشخاص مخطئ، القضية تعلق بالدين ومكانة الدين. الاستهزاء الموجود بالمشايخ في الأفلام وفي المسلسلات وكذا لآخره، المقصود به إيش؟ الدين. قال وأنت أيضا لو جعت كما يجعون لأكلت كما يأكلون، قال ينكحون كثيرا، قال أنت أيضا لحفظت عينيك وفرجك كما يحفظون لنكحت كما ينكحون. وكان الجنيد يقول أحتاج إلى الجماعة كما أحتاج إلى القوت، يعني سيد هذه الطائفة. فالزوجة على تحقيق قوت وسبب لطهارة القلب، معنى مجازي، معنى مجازي. يعني هنالك بعد مادي لكن هنالك معنى مجازي في قضية القوت، أنه لابد من لحياة القلب من هذا. نعم. ولذلك أعجب من رجل كبير في السن يجلس على مش أقول طلعة باب الأصباط، يعني الطريق المؤدي إلى على قارع الطريق وشارع رئيس، شارع ماله رئيس، كثير من الناس يمر به رجال ونساء، يجلس هناك وينظر في المارة، ينظر إيش في المارة، ما لكم على شغلة؟ إما ادخل إلى المسجد، ادخل إلى المسجد أو عد إلى البيت، أما تجلس ما لكم على هذه القضية؟ هذا مثل الذي يصرف يعني المعاش الشهري قبل أن يبدأ الشهر، يعني يقول أنا الآن مقبل على شهر سأشتغل فيه كذا وكذا وكذا، ويقوم إيش يصرف هذا. إذا جاء إذا حال أصلا إذا كان سيأتي إلى المسجد وكأنه يصرف، يعني ينفق هذه الحسنات قبل أن يدخل المسجد، ما الله سبحانه وتعالى أعلم، لكن كل إنسان يجب أن يكون حريصا على حسناته. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إليها نفسه أن يجامع أهله، لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. نعم. بمعنى أن يعني ألا تقولون نقول بين بعض، نقول أن الإنسان إذا شبع لو وضع أمامه خروف، هكذا تقولون، مشوي لا يأكل منه، سنأخذ حاجته من الطعام، يقبل على الطعام مرة أخرى، عادة لا، انتهى، يعني المعنى شبع. هي هكذا المسألة، أنه إذا ما عف نفسه انتهت المسألة. وهنالك كلام قادم، هنالك كلام قادم. روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج، وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أقبلت بصورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ما في زيادة، ما في إيش، ما في شيء زيادة، الأصل فيها أنه يكون لديك زوجة تحصل بها قضية إيش الإعفاف. وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل على المغيبات وهي التي غاب زوجها عنها، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومن؟ قال ومني، ولكن الله أو ولكن 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 الله أعانني عليه فأسلم. قال سفيان بن عيينة. واضح الكلام حتى الآن؟ هي قضية المغيبات أو
الأصل فيها ألا تخلو بامرأة، ألا تخلو بامرأة لا تحل، لا تحل لك، ليس من المحارم، ليست أما وليست عمة وليست خالة وليست ابنة. فهمت علي؟ هذه الخلوات اللي اليوم انتشرت بسبب قضية المكاتب وسبب قضية الكذا. أي بابا حقيقة هذه يعني الآن لو لم يكن الحديث موجودا لعلمنا هذا بالتجربة. والشريف في هؤلاء، الشريف هؤلاء ماذا سيفعل؟ سيتزوج. الشريف في هؤلاء إما أنه سيكابد ويعاني أو أنه سيتزوج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأينما كان، لا ما في داعي بعد الدرس إن شاء الله. هي القضية كالتالي، لو عندك أنت مثلا مكتب في الجامعة وأنت أستاذ تدرس على سبيل المثال وعندك ساعات مكتبية، ليس بالضرورة أن تغلق باب المكتب. ادفع عن نفسك إيش الشبهة يعني قضية واضحة جدا. هذه مسألة أنت في غنى عن هذا، أنت في غنى عن هذا. وبعض القضايا تقول فليكن هنالك حين دخول المريضة على الطبيب، يكون هنالك معها إحدى قريباتها، وتكون هنالك ممرضة إلى آخر هذا الكلام، حتى لا يكون هنالك خلوة. ما استطاع الناس تورعا. قال سفيان بن عيينة فأسلم، معناه فأسلم أنا منه، فأسلم أنا من. وهذا معناه فإن الشيطان لا يسلم. وكذلك يحكى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان من زهاد الصحابة وعلمائهم، أنه كان يفطر من الصوم على الجماعة قبل الأكل، وربما جامع قبل أن يصلي المغرب ثم يغتسل ويصلي، وذلك تفريغ القلب لعبادة الله وإخراج غدة الشيطان منه. يعني ذكروا قضايا. نعم 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 يعني أفضل من الذي يفطر على التدخين. أفضل من الذي يفطر على إيش؟ على التدخين. ولما كان الشهوة أغلب على مزاج العرب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد. هذه القضايا، فيما يتعلق بالشعوب والقبائل، الأصل فيها أن ننتبه إلى أن يمكن أن تكون هنالك ظاهرة اجتماعية معينة مثلا، لكن لا نجعلها جزءا لا يتجزأ من تكوين الناس. يعني في لحظة تاريخية معينة ابن خلدون يتحدث عن خلفية العلماء، قال في المقدمة، مقدمة ابن خلدون، قال معظم العلماء في معظم العلوم من العجم. إذا قلت سيبويه من العجم، إذا قلت البخاري من العجم، إذا قلت مسلم من العجم، واضح؟ بخارى نيسابور، معظم العلماء في معظم العلوم من العجم. بقي بقية من العلوم. فمن هم العلماء في هذه البقية من العلوم؟ من ماذا تقولون؟ معظم العلماء في معظم العلوم من العجم. بقية من العلوم، فما هي خلفية العلماء فيها؟ كلهم من العجم. يعني في بعض العلوم معظمهم العجم، في بعض العرب. هنالك علوم كلهم من العجم، اتهموه بالشعوبية بسبب هذه القضية. لكن تعالوا أنتم إلى واقع هذه العلوم، ستجدون أنه كان هنالك حضورا للعلماء الأعاجم، وهذا شيء نتشرف به. كما قلت هي قضايا قد تكون ظرفية، ولا نجعلها يعني كأنها
من جينات الناس. نعم. ولأجل فراغ القلب أبيح نكاح الأمة عند خوف العنت، مع أن فيه إرقاق الولد وهو نوع إهلاك، ومحرم على كل من قدر على حرة، ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين، وليس فيه لتنغيص الحياة على الولد مدة. وفي اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الأخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها. لا تضيع الآخرة بشيء من متاع الدنيا الحرام، فهذا إن ظننت أنك تتلذذ به، إن ظننت أنك تتلذذ به فهي لذة زائلة ومؤقتة، كما أن الحلال لذة زائلة ومؤقتة. انتبهوا، التلذذ بالحلال مؤقت وزائل، ولكن ليس عليك شيء، بل لك بإذن الله جل بالنية حسنات. وأما الحرام فهو أيضا لذة زائلة، ولكن عليك وزر، وقد تضيع الحياة الأخروية بسببها. هذه حياة قصيرة، فلا تضيع، لا تضيع حياة الجنة، حياة أبدية بلذة مؤقتة. كان هنالك تجربة مع الأطفال يسموها تجربة المارشميلو، حلويات هاي مثل القطنية السكر، أعطي الأطفال حبة مارشميلو، الطفل يكون في غرفة منفردا، ويقال له، ويقال للطفل، أطفال صغار في كاميرات تتابع، يقال له: إن أنت صبرت ولم تأكل حبة المارشميلو حتى أعود إليك أعطيك أخرى. أو تأكلها، أو إيه؟ تأكلها، لكن إن صبرت حتى أعود إليك أعطيك إيش؟ أخرى. ثم تخرج المعلمة، أو يعني هو تجربة مع هؤلاء الأطفال، تخرج من الغرفة تغلق، والكاميرا تصور الأطفال يديرون حبة المارشميلو، يدفعونها، يقربونها إلى الفم. هنالك أطفال في رمضان ينتظرون المدفع، يعني يقول الأذان، يقول المدفع في، ينتظرون الأذان والحبة من الحلوى أي موجودة معلقة في الهواء داخل الفم، يعني يريد مع أول حرف من الله أكبر داخل الوقت ماذا يفعل؟ يبلعها. حق، هذا فقه معين. فهذا الأطفال منهم من يعني يدعم حبة المارشميلو الحلوة هذه، ومنهم من يأكل، ومنهم من إيش؟ من يأكل، ومنهم من يصبر، لأنه علم أنه في هذا الصبر هنالك مكافأة قادمة. قالوا هؤلاء الذين، بعض الأطفال الذين صبروا، هؤلاء لهم مستقبل عظيم، هؤلاء لهم نجاح بإذن الله عز وجل. طبعا ولا يقولون تجربة ما فيها، لا يقولون بسم الله، ولا يقولون بإذن الله، ولا يقولون إن شاء الله، لكن طبيعة الشخصية التي تصبر على المؤقت حتى تنتفع بما يظن أنه على الطريق. ونحن وعدنا بإذن الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض، اصبر على حبة المارشميلو هذه، فلتكن حلالا في وقتها وعلى الطريق خير، إيش؟ خير عظيم إن شاء الله. وعدنا أشياء كثيرة جدا، وعدنا أشياء كثيرة جدا، وإن شاء الله تعيشون وترون خيرا بإذن الله عز وجل. وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس، وبقي شاب لم يبرح، ما ترك له سؤال، له حاجة، فقال له ابن عباس: هل لك من حاجة؟ قال: نعم.
أردت أن أسأل مسألة، فاستحييت من الناس، فاستحييت من الناس، وأنا الآن أهابك وأجلك. أول شيء مستحي من الناس، الآن هيبة. فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد للولد، فما كنت أفضلت به لأبيك فأفضل لي به. وللحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك.